مرحبا. نحن عادة لما بدنا نطبع مثلا شيء array أو يمكن أي شيء عم بحكي هلا تحديدا array array بدها تكون مثلا فيها كتير 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 حجم كبير يعني مثل هاي مثلا 1920 ف انا مستغرب شوي انه ليش 1920 لانه هون شيب هو اوكي فانا كنت مفترض انه اوكي اوكي مهم ف شو كنت عم اقول حجمه كبير يعني ف اذا بقول له مثلا اطبع لي اياها فبيجي بيطبع نبدأ نشوف بس I am zero هي صحيح مزبوط بلا مزبوطة ما هي I am zero أول رو فشي مزبوط فإذا كنا عم نقول له إذا بدي أقول له مثلا يطبع لي إياهم فبيقطشهم بيعملوا ترانكيتنج لهم فالحل بكل بساطة نعمل ران لهاي إذا بقول له هلا أنا عملت ران لهيدا إذا مرة تانية بقول له بعليهم كلهم هيك أحسن ما نخترع شي طريقة تانية معقدة أكتر أو شي هيك وإذا بدي رجعها لحالتها القديمة بقلع هاي بيرجع بورجيني هون هون لازم اكون عامل import للنمباي as np او هيدا او اذا عامل بس import numpy بكتب بدل np بكتب numpy بيمشي الحال او طبعا هالمعلومات اخدتها من هون اذا واحد بيقراها القايدة بيتعمل فيها هيدا بيطلع معه هالسطرين بكل بساطة والتوفيق